باب البحر شراكة قائمة بين المعبر الدولي للاستثمار في أبو ظبي ووكالة أبو الرقراق في المغرب. هذا المشروع يتكون من 1700 وحدة سكنية وتقريبا عدة وأوتيل وأيضا محلات تجارية. هذا المشروع الآن بدينا في الفيز الأول وبعدين انتهينا من الفيز الأول وبعدين في الفيز الثاني مع الأوتيل. احنا اليوم مبسوطين بالشراكة الموجودة بيننا وبين الأخوان في وكالة برقراط. الحمد لله الشراكة هذه كانت جدا مجدية واليوم نشوف إقبال جدا ممتاز في هذا المعرض، وإحنا سعداء أن نشارك في معرض من هذا، والحمد لله إقبال في يوم مثل هذا اليوم اللي هو إجازة تصادف مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف إقبال منقطع النظير من الجالية المغربية الموجودة في دولة الإمارات، ونشوف أيضا مش فقط في الإقبال والهذا بس هناك مبيعات في للوحدات السكنية التي نقوم بتسويقها في هذا المعرض. الحمد لله رب العالمين هذا الإنجاز، ونشكر الأخوان القائمين على المعرض، وإن شاء الله نشوفهم في المعارض القادمة، ونشكر الأخوان جميعا اللي جو زورونا في هذا المعرض الجميل، وكل عام وأنتم بخير.